رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا، الإصحاح الثامن. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذن أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطء، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق به. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟
المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. ده إصحاح غني جدا وغني بالمعاني الروحية وبالأعماق، وهو يقدم لنا الحياة حسب الروح. في عدد 7 يقول اهتمام الجسد هو عداوة لله. واهتمام الجسد بمعنى الاهتمام بالأرض، كل شيء على الأرض دون الاهتمام بالسماء ودون النظر للسماء ودون ما الإنسان يفكر في مستقبله. هو سيعيش على الأرض عدد من السنين قليلة أو كثيرة، ولكن بعدها إلى أين يذهب؟ ويبتدي يتكلم ويانا في عدد 18، يحط قدامي آية مهمة: إني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. في ألم على الأرض؟ آه، لأنه زي ما قال في رسالة فيليبي: قد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. فصار الإيمان والألم هبة، الهبة ده هي بمعنى عطية بيقدمها الله لينا في حياتنا، إيماننا وألمنا. وألم هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيها، دي آية 18. لما بنتقدم لآية 28 يقول: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. والآية دي من أجمل الآيات، وأحيانا بنسميها قانون رومية 8:28. نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. ليه؟ بسبب بسيط جدا، أن الله هو ضابط الكل، وأنا دوري في الحياة أنني أحب الله وأعلن عن هذه المحبة في كل تفاصيل حياتي. يسترسل في الشرح ويقدم سؤال استنكاري: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ويعدد الأمور اللي ممكن تفصل الإنسان عن محبة المسيح: الشدة والضيق والاضطهاد والجوع والعري والخطر والسيف، كل ده يحطه. لكن يرد رد جميل في عدد 36 ويقول: أننا من أجلك نمات كل النهار. أنت يا رب مت علشاننا، وإحنا في نفس الوقت بنعيش حياتنا، وحتى إن كان فيها ألم نمات من أجلك كل النهار، لأن ده هو أقوى تعبير عن الحب. يختم بولس الرسول في عدد 38 يقول كده بكل الثقة وكل الإيمان: لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة تقدر تفصلنا عن محبة الله خالص. طول ما أنت عايش في هذه المحبة أنت بتتمتع بيها، فرحان بيها باستمرار، ومفيش أي إغراء مهما كان شكله أو حجمه أو تأثيره يؤثر على محبتك لربنا. ده اللي شفناه في حياة القديسين، وشفناه في النساك وفي الشهداء وفي اللي عاشوا في مخافة. أعرف آية رقم 8: الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. يبقى الإصحاح ده جميل جدا، هو إصحاح 8، وبنقف فيه قدام الآيات اللي واخدة رقم 8 و18 28 و38. هتلاقي فيها تسلسل جميل خالص، وبيشرح عن حياتنا الجديدة أو الحياة حسب الروح. ربنا معكم. We'll be right back.